انا بعت لك العنوان اهو. خلاص تمام ماشي، بس بعد اذنك حاول ما تاخرش عليا يعني. خلاص اوكي ماشي، باي. هاي مراد، ازيك يا ندى؟ عامل ايه؟ الحمد لله هو طاهر كويس؟ كويس. بكلمه ما بيردش ولا بيفتح واتساب. لا شاد، بسمع بابا، هتلاقيه نايم فوق. طب ممكن بليز تشوفه صاحي ولا نايم؟ تمام، مش ثانية واحدة. ثانك يو. ندى مستنياك تحت. ايه ده؟ ايه اللي جابها دي؟ تقول ان انت مش ترد عليها. طب ممكن ما تقولش بابا انها جت؟ ماشي. بص انا عارف اني كنت سخيف ورخم، انا اسف، انا بس موضوع الجيتار ده معكنن عليا قوي. اي هبل قلته ما تزعلش مني فيه، حقك عليا. الله يهمك. طول عمرها علاقتها بيا غريبه، وطول الوقت رافضه اي حاجه بعملها، ما قدرتش تقدر ظروفي وتفهمني. الحاجه الوحيده اللي قبلتها مني ايهاب ابني، حتى بناتها حرمت منهم، عندها 4 زيك. بس رغم كل ده هي طيبة جدا. طيبة طبعا، أختك ولازم تقول كده. لا والله طيبة جدا، بس هي دماغها راكبة غلط. رمزي أنت فعلا ما كنتش تعرف؟ بقول لك حرماني من بناتها، يعني مقطعاني. خلي بالك أنت لما قلت لي نادية أنا ما ربطتش. هي فعلا اول ما اتعينت زمان اتعينت هنا في الشركه، اشتغلت مده قصيره قوي وبعدين خرجت اشتغلت في القطاع الخاص، عشان كده انا ما ربطتش. وبعدين بقى اكتر حد بقى هيتقدر في الليله دي انا مش انت. تعرف ان عايزه تفصلك قادره وتعملها. وتقول لي طيبه، انا بصراحه مش فاهمك. صدقني لما هتتعامل معاها هتفهمها. انا مش عاوز اتعامل معاها اصلا، عشان خاطري اقف جنبها. يا رمزي والله أنا أول ما عرفت إنها أختك حاولت، بس هي دماغها ناشفة. أنت هتقول لي سيبها، سيبها تخوض التجربة بنفسها وتتعلم. أهو رضوان دخل عليها بالشويتين بتوعه، واضح إنها بتحب الحاجات دي. بس هي لازم تعرف رضوان بيعمل إيه. ده الوحيد في الشركة اللي ما بيجيش غير يوم أو يومين في الأسبوع. والله طبيعة شغله كده، السفر واللف على المواقع للمتابعة. طب بذمتك هو بيتابع حاجة؟ ده صايع نص الشهر. إحنا مالنا؟ الله، طب والسف اللي بيسفه من المقاولين؟ هو اللي هنعيد نزيده. يا رمزي اللي زي اختك دي لازم القنبله تفرقع في وشها عشان تفهم. ولو ما فهمتش؟ انت مش بتقول انها شاطره؟ وبعدين جوزها فين؟ جوزها موجود، دكتور وعايش معاها وراجل طيب جدا. ما لازم يكون طيب عشان يستحملها. والله لو عرفت ظروفك هتتعاطف معاك. لا 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 يا رمزي، موضوع ظروفك وتعاطف معايا عشان ظروفي ده انا ما احبوش. ده لحد دلوقتي فاهمه ان ام العيال عايشه معايا، وانا ما حاولتش اصلح لها. انا ما احبش الطريقه دي لو سمحت. ماشي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا ياخدها يا رب. هي مين؟ الحربايه اللي جات لنا جديد. ما تحترم نفسك. ايه يا رمزي، ما هتسيب كل واحد يقول اللي هو عاوزه. هي مش قالت لك مش عايزه حد يا رب؟ خير يا عشوب، ايه اللي حصل؟ طلبت من الاستاذ مدحت مهندس الاي تي ان يشيل الانترنت من الكمبيوترات بتاعتنا ويخلي الانترنت للمديرين للمراسلات بس. ربنا ينتقم منها يا رب، هي واللي منها. يا عم هي زياده اذى، ما كفايه بقى. تضحك. انتي اصلا ممثله فاشله في الحقيقه. يا سلام. ما بتعرفيش تكذبي، ولما بتكذبي بيبان عليكي. على فكره، على فكره بقى ما يبانش عليا، وكدبت عليكي كتير قوي وانتي ما عندكيش اي فكره اساسا. كتير؟ والله. طب ما تحكيلي كده يا ماما بقى. بتكلم بجد؟ ما انا كمان بتكلم بجد. تمثيل ايه وزفت ايه؟ انتي عبيطه؟ ماما انا بجد شاطره، كل فرقه الجامعه بيقولوا لي كده. يقولوا اللي يقولوه، هم حرين. انتي هتطلعي مهندسه ديكور. مش عايزه اطلع زفت يا ماما، مش عايزه اطلع زفت. خلاص اشتغلي اللي انت عاوزاه، بس مفيش تمثيل يا هند. انت شايفه يعني خلاص الافلام قاعده مستنياني بره؟
سيبيني اعمل حاجه بحبها وتعالي نشوف واحده واحده. هند مش هسمح لك تعشمي نفسك بحاجه مش هتحصل في الاخر. ماما ايه المشكله ان انا اجرب؟ سيبيني اجرب. وانت فاكره يعني لما تزيني عليا ان انا هغير رايي؟ خلاص يا ماما، يبقى انت مصره ان انا اكذب عليكي. فكري اعملي كده عشان اعادك من كليتك اصلا. ماما هو انت شايفه مستقبلي ازاي؟ عادي، هتخلصي جامعه وتشتغلي وتتجوزي. انت عارفه ان محدش هيتجوزني يا ماما، تكذبيش على نفسك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه، مين يعني هياخد الريسك ويفكر يعمل كده؟ انت مجنونه؟ الدكتور قال في 100 حل، في ادويه وفي حقن. ماما مين هياخد واحده ماشيه بحقن انسولين في شنطتها وممكن يجي لها انكوبه في اي وقت؟ هند انت هتتجوزي وهتخلفي بنت وهتسميها نادي، ايه رايك بقى؟ ويرضيك يعني تبقى عيانه زي؟ مش شرط. مش انا ورثت من بابا يا ماما؟ كان ممكن ما تورثيهوش. ممكن بقى كفايه نكد، ابن خالك بره وجعان اكيد. I love you. خدي السلطه، اتفضلي.